السلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أوتو بلوس اللي نوعدكم باش تكون سبيسيال كيما عودكم. لحد اللي فات كنا عملنا لا بروميير بارتي من حدث يستناوه برشا عباد اللي هو لو سالون انترناسيونال دو لوتوموبيل دو جنيف 2019. الجمعة هذه باش نكملوا لا دوزيام بارتي وباش نشوفوا مع بعضنا دي كونسيبت كار، دي سوبر كار و انكور دي ديوال شوك الماركات تعرفتوهم وحبيتوهم. لعشاق السيارات اتاشي بو سانتور، رحلتنا باش تبدا توا. في حلقة اليوم تتفرجوا كالعادة في لو كونسي ميداس. لسي موتو يرجع لكم الجمعة هذه مع محمد ساسي اللي جرب لنا لا دوكاتي 821 مونستر. صالون جنيف 2019 مازال ما وفاش مع خولة سليمين، وين تكتشفوا معها جديد فيراري مرسيدس بي ام دبليو ولا ديويل كليو 5 اي بيجو 208. مرحبا بكم، هذه اوتو بلوس. لو سالون جنيف بسنا عرفت دي ديوال من الانواع الكل، دي تيتخ تنحاو من دي مارك باش يمشيو لي مارك اخرين، اغلى كهربا في العالم، افخم كهربا في العالم، اسرع كهربا في العالم، اما سورتو لا كونكورونس تغيد بين لي فرونسيز. لو ديوال شوك دي سيتادين فرونسيز، رونو كليو 5 اي بيجو 208. ا توت سويت. بعد السكسي الكبير اللي عرفته كليو لا ماركو لوزانج، رونو تقرب تخرج لا نوفيل فيرسيون منها لو كليو 5 موتوريزاسيون هيبريد و اون مونتي دو جام في لابيتاكل نتاعها. رونو ال كونكورونسي لي زوتر مارك في السيجمون هذا. من الجينيراسيون الاولى حتى للسانكيام لو ديزاين اكستيريور نتاع الكليو تطور برشا مع الوقت، ومن داخل عملت ثورة متاع تكنولوجي وكاليتي دو فينيسيون تحسنت بشكل كبير. ما ننسيوش اللي هي لو موديل رونو الأكثر مباع في العالم. اليوم لا نوفيل كليو تعمل سا بروميير مونديال او سالون دو جنيف بابيتاكل بلو مودرن. رونو خدمت برشا على الطلبات متاع لي كليون متاعها وعاودت تصور بشكل كامل متاع ليكسبيريونس انتيريور. هذاك علاش نجمو نسميو الدخلاني متاع الكهربا ان سمارت كوكبيت. تصمم بطريقة تخلي كل شيء مربوط بالإكران جديد اللي في الوسط. نلقاو اون بلانش دو بور ألونجي بفضل التصميم الجديد متاع لي زيغاتور أوريزونتو، وهذا اللي يخلي عنا اون هابيتابيليتي أميليوري. أون سيري نلقاو بوكو ديد على كوندويت كيما لو فريناج دورجونس مع اون كاميرا 360 دوغري واللي يمثلو دو بروميير شي رونو.
Sous le capot, on a 4 moteurs essence, من 65 حتى 130 chevaux, ou de diesel, من 85 حتى 115 chevaux. Côté mécanique, Renault a annoncé que l'hybride va être disponible en août 2020. Technologie تربح في الكونسوماسيون حتى 40%. مع الديزاين اكستيريور، رونو خدمت على الداخليني المتجدد واستعملت دي ماتيريو سوفت باش ربحت اكثر في الاسباس مع بوكو تكنولوجي امباركي. لا كليو تعاودت خدمت على لي كود اللي ميزو الكليو 4، اما حسنت في لي ديتاي من برا. باغ اكزومبل لي بواني نلقاوهم كالعاده ديستيمولي من غير ما يوليو بلوز انتيغري. لي باد كيس زاد عملوا فيهم ان تريتمون استيتيك بلوز سوبتيل، اقصر شويه في الطول من جينيراسيون اللي قبلها. سيت نوفيل كليو نلقاوها واطيه اكثر باش تحسن في الايروديناميزم نتاعها. La signature visuelle taurat akthar, des optiques 100% à LED fi les versions الكل. L'ergonomie tahassnet zada avec des commandes homogènes akthar le conducteur. Un levier de vitesse en position haute مع instrumentation numérique. Fi l'akhir najmo nqoulou li Renault qadat fidèle le tablette tactile verticale elle تعتبر akbar écran fi segment hada. Qayet la gamme Clio bach tkoun commercialisée fi sif 2019. في الجهة الأخرى من دويل شوك نلقاو بوجو 208 في ستاند دو ليان إكسبوزي لا نوفيل 208 كي إكزيست أون دو موتوريزاسيون تيرميك إي إلكتريك ولات تشبه برشا البراني نتاعها للأودي أ1 أطول ب 7 سنتيمتر يعني ولات 4.05 متر بلو باس إي بلو لارج. La 208 est جديدة تجينا avec un style affirmé ويظهر فيه les changements أكثر من الكليو. Les designers نتاعها حبوا منظر فيه أكثر شراسة ويخوف وهذا اللي نجحت فيه بوجو كي خلطت les courbes avec des lignes plus tendues وزادت معها le côté sensuel de la voiture وخاصة في الفاس arrière. في الفاس avant زادة عنا برشا حاجات جديدة كي نلقاو اللي الماركة جنبت le surcharge وخاصة le chrome اللي كان موجود un peu partout. خدمة كبيرة تعملت باش تخرج كهرباء عندها de bonnes proportions. في الابيتاكل الخليط اللي نلقاوه متاع الانسترومون سور الفي يقعد ديما بريزون، اما المره هذه يتزاد له ان اكران تي اف تي، لا بلانش دو بور اون بلاستيك موسي توصل حتى لي بانو دو بورت في دي كورب مزيانين. ان ديتاي اونيرو لبوجو، الماركه في الاكستيريور كيما في الانتيريور، لوجت على جديد خاصه وانه الداخلاني يتجسم بالاي كوكبيت اللي عنده القوه والشجاعه بور بروبوزي ان ديزاين منظم ومزيان، ويعطي احساس بالامان عند لي كوندكتور. La technologie موجوده زيدا مع لو كومبيني نوميريك 3D اللي يعرف كيف يرتب المعلومات ويعاون السائق باش يفهم درجه الاهميه وقت القياده. تكنيكمون لا 208 ترجع لا بلاتفورم موديولير سي ام بي. تحت الكابو ما فماش حاجه اقوى من العاده، اما المفاجاه انه المره هذه نجمو نلقاو ان موتور الكتريك ببويسانس 136 شوفو، وهذا يخلي لا 208 تعمل من 0 ل 100 في 8.1 سكوند مع اوتونومي دو 340 كيلومتر. Côté thermique, nous avons le 3 cylindres 1 litre de PureTech et il offre 75 jusqu'à 130 chevaux. Et le même chose pour le 4 cylindres 1 litre 5 Blue HDI et il offre 100 chevaux. La marque a dit qu'elle n'a pas besoin de sortir la version GTI pour diminuer l'émission de CO2. La Peugeot 208 va commencer la commercialisation à la fin de l'année et à l'arrivée, les commandes en ligne vont entrer sur un site web dédié. قبل ما نكملوا مع جديد مرسيدس نمشيو نشوفوا محمد سيسي في ليسي موتو مع لا مارك ايطاليان دوكاتشي 821. عسلامة، مرحبا بكم في الليسي موتو نتاع اليوم. اليوم باش نقدموا لكم لا دوكاتي 821. كما تعرفوا المونستر تخلق مع 92 بدا ب 600 حتى لين وصلوا للموتور هذا اللي هو فيه 821 سنتيمتر كوب في 112 شوفو. الموتور هذه يحبوها برشا، دونك اليوم باش نجربوا تكنولوجيا جديده اللي صابوها فيها. تفرجوا معنا في الليسي نتاع اليوم. Thank you.
كما تشوفوا اليوم في جبل الرصاص، وقت اللي بدينا نجربوا فيها في الفيراجات، الموتور نجمو ندخلوا بها فيتاس كبيرة ونجمو نقصوا فاسيلمون ونخرجوا سورتي دي فيراج والموتور شاد بالكدا. بين الفيراج والفيراج الاكسيليراسيون كانت رابيد اي بروغريسيف. اللي نجمنا نتمتعوا بها في الفيراجات ما غير حتى تعب. اليوم باش نقدموا لكم لدوكاتي مونستر 821 اللي نالت اعجاب لدوكاتيست. دوكاتي خدمت برشا على الموتور هذي، موتور مرتاحة برشا، جربناها في الفيراجات وكانت خارقة للعادة واللي تخليك تسوقها وتتحكم فيها فاسيلمون. دوكاتي زاد خدمت على الكوتي استيتيك وكيما عودتنا فينيسيون توب. الموتور هذي تشبه برشا لدوكاتي مونستر 1200 سوف كو فيها ان موتور دو 821 سنتيمتر كوب et avec seulement 112 chevaux. Fait un pack d'assistance électronique sous forme de cartographie est vraiment performant. La sonorité d'échappement d'origine est superbe, surtout quand les valves commencent à s'ouvrir. La 821 n'a pas offert 3 modes de conduite, un anti-patinage à 8 niveaux, 3 niveaux d'ABS, fait un freinage Brembo, deux disques de frein 320 mm et un disque arrière de 245 mm. Boîte de 6 rapports, un mono-amortisseur, réservoir de 17,5 litres et un hauteur de selle réglable. Poids à sec à 180 kg, un moteur de 821 cm3, bicylindre 4 ans refroidi par eau et avec 112 chevaux. Un cadre très lisse, tubulaire en acier. Le tableau de bord est très pratique. N'alqaou fih kol chey. Tableau de bord très visible, température extérieure, température moteur, trip, nombre de tours de moteur. La moto est très joueuse, tenue de route parfait. La chose qui m'a fait plaisir dans la moto, c'est le frein arrière. Les repose-pieds et tilanines sont très bien pour les gens. Mais le reste est tellement top que l'on sait les défauts. Bref, c'est la moto de tout le plaisir. هكا كمان الليسي متاع دوكاتي مونستر 821 الموتور جربناها في الكياس في الفيراجات وجربنا لي مود دو كوندويت من السبور من الرين حتى لوربان مي المنصوح به هو المود دو كوندويت اوربان في الموتور الاكسيليراسيون تاعها بروغريسيف وطيارة على الاخر الفريناج بارفي سوف كو عملوا ريغلاج في الفريناج وما عملوش ريغلاج في لومبراياج مي سينون الباقي كله باه. هكا وفات معنا الحلقة متاع اليوم، استنوا معنا في القادمة. باي باي. L'air s'impose dans le monde automobile où هذا اللي لاحظناه السنة في صالون جنيف. Plusieurs voitures électriques نلقاوهم موجودين في الستاند الكل presque. BMW كانت من الرواد وعملت une gamme complète فيها الالكتريك وفيها الهيبريد وتقرر في 2025 باش تخرج في كل جام les trois versions 100% électrique, thermique et hybride rechargeable. السنة نلقاو la BMW 330e hybride rechargeable où les networks ont été en juin 2019. Nalkaouze del BMW X5 X-Drive 45E et les la commercialisation de Hafi août 2019, hybride rechargeable. Avec une puissance cumulée de 394 chevaux.
وبيان سور بي ام دبليو ما اكتفتش بهذا برك، خرجت دو فاريونت سبورتيف بات جي ام للاكس 3 و اكس 4. موتوريزاسيون 6 سيلندر 3 لتر بيتوربو بويسانس ما بين 480 و 510 شوفو. وهكا اي سو بلاس ديريكتومون من لي اس يو في لي بلو بيرفورمان دو مارشي. اسويمهم تبدا من 99 200 اورو. كنا شفنا في المونديال دو باريس مرسيدس كانت parmi les premières à présenter des modèles et des concepts électriques. واليوم ترجع لنا للصالون جنيف بجديد. ايش جديد زاد عن مرسيدس كان لا جي ال سي روستيلي. بعد 3 سنين مرسيدس تود المغرومين بالموديل هذا بان بتي ليفتينغ دومي كارير à l'occasion du salon de Genève. وكان ستيل نحسو تطور شويه لي موتوريزاسيون لقينا فيهم تجديد كامل. نذكروا الناس الكل ان 2015 وقت اللي خرج لنا اول جي ال سي مرسيدس قعدت محافظه على منطقه المنافسه وهذه حاجه متاكدين منها. وتوا كيما نشوفوا لو اس يو في كشف على ليني نتاعو جدد. اللي لاحظوا اللي الكونتينيتي قعدت موجوده بارابور للفيرسيون اللي قبل. لازمنا ان ريغار اتنتيف باش نعرفوا الجديد نتاع لو جي ال سي 2019 اللي يعطي اون سيناتور لومينوز انيديت اون كالندر روديسيني ومعها ان انسير كرومي فوق لو بوكليي ايلارجي. من تالي نفس الحكايه تتعاود مع دي فو جدد و دي بار شوك بلوز امبوزون. بريف كيما فهمتوا لي ايفولوسيون سون بلوتو سوبتيل ونفس الشيء في الاي ام جي لاين اللي تختلف في لي نوفيل بريز دير ايلارجي. نفس التندانس نلقاوها على الانتيريور بما انه حتى من داخل لازم يبدا عندنا لو سونس دو لوبسيرفاسيون باش نعرفوا الفرق. ان كومبيني نوميريك دو 12.3 بوص اوبسيونيل، ليكرون تاكتيل اكبر شويه كيفها كيما لو نوفو فولون، الباقي يقعد ايدنتيك تقريبا بخلاف لو سيستيم ام بوكس الموجود في الكلاس ا واللي تم تطويره على الجام الكل. ان روفانش سو لو كابو نلقاو لي برينسيبال ايفولوسيون، اون جام دو موتوريزاسيون انيديت. نلقاو ان 4 سيلندر اسانس 297 و 258 شوفو و ان ديزل ديكليني ان فيرسيون 163 194 و 245 شوفو الكلهم اسوسيي سيري على ترانسميسيون انتغرال كاتماتيك مع اون بواط ادوبل امبراياج 9G ترونيك. لو لانسمون تاع لو جي ال سي عشتو معنا في صالون جنيف اللي سكر بيبان نتاعو اليوم لو 17 مارس. في وسط العام هذا لو جي ال سي 300 روستيلي باش يهبط بسوم 47 000 اورو في فرنسا. بار لا سويت لا فاريونت كوبي باش يصيروا عليها لي ميم موديفيكاسيون ونفس الشيء بور لي ديكلينيزون 53 و 63 AMG. كوا كيل ان سوا سو ريستيلاج يخلي لو اس يو في يبقى في الكورس مع المنافسين نتاعو كيما بي ام دبليو اكس 3 و اودي كيو 5. Concept EQV, elle imite la version 100% électrique de le fameux Classe V. La production de l'EQV est en train et la version de l'EQV est en salon de Francfort, la Khrif G. Comme je l'ai vu dans Autoplus, on a parlé de la Classe V, qui est sortie dans le dernier janvier. Et la fois dernière, Mercedes a dit que le moteur électrique est en train de 150 kW, l'équivalent de 201 chevaux en mode traction avant. Les éléments de l'EQV sont dans le bloc 1. لا باتري نلقاوها في الموديل نتاع 100 كيلووات وتعمل اوتونومي نتاع 400 كيلومتر مع فيتيس ماكسيمال توصل حتى ل 160 كيلومتر بار اور. ومع ان مود دو ريشارج رابيد نجمو نزيدو 62 كيلومتر اخرين في ربع ساعه كهو. استيتيكمون نلقاوها ما تشبهش الكلاس في وهذا يظهر في لو بورتور دو كالندر نوار انكادرون لي فو و لي جانت بولي اكسون بلو. لو بلو نلقاوه زاده موجود برشا في لابيتاك de l'éclairage d'ambiance في البارتي اللي من فوق ويوصل حتى البلانش دو بور مع quelques touches de couleur يكملوا لي فيل دو كويفر. لو كونسيبت EQV نجم يكون كونفيغوري باش يهز 8 بلايص بالضبط كيما لو فامو فان كلاس في. وباش نعرفوا وقتاش نشوفوا في الكيس بصفه رسميه لازمنا نستناو اول 2020. La marque au cheval cabré attire l'attention encore une fois. Un événement qui fait les yeux de tout le monde.
فيراري تخرج اون نوفيل فواتور لا اف 8 تريبوتو اللي تمثل لا رامبلاسون تاع 488 جي تي بي بقلب 488 بيستا. Sous le capot, on a le méchant V8 3 litres 9 biturbo de 720 chevaux. Ou Hakaiwali, le V8 le plus puissant, et les Hattato Ferrari dans une gamme régulière. Mizen Akal 40 kg, mais le 488 GTB ou moto.